اليوم أصبح الإعلام مدرسة أكثر تأثيراً من مدرستي، والإعلام مع فائدته ربما يجرفني بعيداً. أليس من المهم أن تقوم مدرستي بتأهيلي للاستهلاك الواعي للإعلام؟ أما أنا ففي مدرستي أجهزة إلكترونية وصبورة ذكية ومعمل للحاسب، ولكن درجاتي ليست بأفضل من درجات بنت جيراننا في مدرسة تفتقر للتقنية. بالنسبة لي فإن مفردات مثل حب المهنة والانتماء ومهارة الحوار والمواطنة هي أكثر أهمية من مناهج أخرى. كم نحن بحاجة إلى تفعيل هذه المهارات؟ ما سمعته من زملائي يمثل بعض همومنا في التعليم، لكنني أتألم حين أرى لغة السماء وهوية الأمة تنزوي حزينة مما تلاقي من جمود في تقديمها. متى سنرى نقلة نوعية في تعلم العربية؟ يا أحمد، تساؤلك حضاري. لقد أنتج مكتب التربية العربي لدول الخليج برنامج الثقافة الإعلامية، وفيه منهج متكامل ونشاطات وأدلة وحقائب تدريبية، وأنا معك في انتظار أن يجد طريقه إلى مدارسنا. أما أنت يا سارة فقد عقد المكتب شراكة عالمية تهدف إلى تدريب المعلمين على المعايير التربوية لتكنولوجيا التعليم. أبشري فستكونين من الفائقات بإذن الله. ولك يا ناصر، برنامج المكتب في المهارات الحياتية، فيه 7 حقائب: في المواطنة والعمل وحب المهنة والتواصل الاجتماعي، وكلها منظومة من مهارات القرن 21 التي تليق بمدارسنا. لقد أحزنتني يا خالد وأفرحتني باعتزازك بالعربية. اطمئن، فقد أنتج مكتب التربية ممثلا في المركز العربي للبحوث التربوية برنامجا ضم منتوجات قيمة تثري تعليم لغتنا الخالدة، ولا إخال مدارسنا إلا شغوفة بها متسابقة إليها. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز وزير التربية والتعليم، عضو المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، صاحب المعالي الأستاذ حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب المعالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، صاحب المعالي الدكتور عبد الرزاق يحيى الأشول وزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية، صاحب المعالي الأستاذ أحمد عبد المحسن المليفي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي في دولة الكويت، صاحبة المعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، صاحب المعالي الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر، صاحب المعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في مكتبكم الذي يشرف اليوم بكم ويمتلئ سعادة بهذا التشريف. وكم لهذا اللقاء من المعاني، إذ يكون هنا في هذه الرياض العزيزة التي تحتضن هذا المكتب منذ أربعة عقود إلا قليلة، منذ أن بدأ هذا التعاون المبارك بين أهلنا في الخليج. اسمحوا لي الآن أن أقدم لكم معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين رئيس المؤتمر العام في هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، باسمي وباسم جميع إخواني الوزراء وأيضا منتسبي وزارات التربية والتعليم، أن نرحب بكم في مكتبكم، ونحن على يقين بإذن الله تعالى فإننا سنستفيد كثيرا من خبرتكم ومن طموحكم لتعزيز التعاون بين دولنا. وفي البداية أيضا أحب أن أرحب أيضا بزملائي إخواني أعضاء الوزراء أعضاء المؤتمر العام ومعالي الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا اللقاء التاريخي الذي يشكل نقلة نوعية في عمل مكتب التربية. ونحن اليوم ندشن هذه الاستراتيجية التي اتخذ قرار المؤتمر العام الذي عقد في بلدكم مملكة البحرين، عندما تم مراجعة سياسة مكتب التربية خصوصا بعد مرور 40 عاما من إنجازاته العديدة. فكان رأي الأخوان أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بأن تكون هناك خطة جديدة يتعامل معها المكتب من حيث الوسائل التي يجب أن تكون
في مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية، وكذلك أيضا ماذا يستطيع أن يقدم المكتب الآن، ونحن كدول نسعى إلى التطوير في مجال التعليم. وحسب علمي الشخصي أن لا توجد دولة اليوم في العالم تقول اكتفيت من تطوير التعليم، فلذلك ظهرت هذه الاستراتيجية التي نسعى من خلالها أن نحدد العديد من البرامج، وفي نفس الوقت نضع أهداف ومؤشرات للعمل. وقد بذل جهد كبير، فيسعدني باسمكم جميعا أن أشكر أعضاء المجلس التنفيذي والخبراء والشركة التي عملت معنا في هذا الجانب، وكذلك الدكتور علي القرني الذي بذل جهدا كبيرا لكي يستطيع أن ينقل ما ينشده الجميع ويترجمه بكل أمانة وصدق في هذه الاستراتيجية. مميزات هذه الاستراتيجية أنها تعني بجيل يتطلع إلى منظومة تعليمية جديدة، جيل يختلف اختلافا كبيرا في مرئياته وتطلعاته، وبالتالي يجب أن نكون قادرين أن نحقق هذا الطموح. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع، وأن نلتقي دائما معكم في هذا البلد المبارك في ظل قيادته الرشيدة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو أصحاب المعالي، يطيب لنا في هذا المقام أن نشاهد وإياكم فيلما يلقي الضوء على ملامح هذه الاستراتيجية الجديدة 2015-2020 لمكتب التربية العربي لدول الخليج. في الرياض كان التئام الشمل لتودع بذرة التعاون الخليجي الأولى التربة المنجبة، وكانت التربية هي العنوان تكريساً لدور الإنسان كونه الأساس في تشييد البنيان. بدأت المسيرة بأربع خطط متوسطة المدى، ثلاثة وقفة تأمل واستشراف لمستقبل التعليم لتبنى عليها خطة مشتركة لتطوير المناهج. وما أن فرغ مكتب التربية العربي لدول الخليج من تنفيذها حتى قام بتنفيذ خطة مشروع تطوير التعليم، وكلها خطط تتجاوب مع المستجدات والأحداث من خلال برامج وفعاليات وثراء فكري تربوي مشهود. وبنشأة عالم جديد متقارب الأنحاء، عالم تآكلت قيوده وتهاوت حدوده وتسارعت معرفته، كان لابد من وقفة تأمل أخرى لبدء انطلاقة جديدة للعمل الخليجي التربوي المشترك، تكون رؤيتها الفرادة والريادة، ورسالتها السعي إلى دعم التنسيق والتكامل ونقل الخبرات والممارسات المنتقاة، تلبية لاحتياجات مجتمع المعرفة وتنمية لقيم المواطنة. هي انطلاقة جديدة نحو أهداف استراتيجية يجمعها انسجام في الرؤى التربوية في بيئة من التميز والالتزام والشفافية والجودة والمبادرة والتشاركية. ولما كان التنسيق هو الأساس الذي انطلقت منه مسيرة المكتب، فإن تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء جاء على رأس هذه الأهداف. ولأن النشأ هو عماد وعتاد النمو والبقاء، فقد كان من الطبيعي أن يستهدف بالتنمية ليتمكن من الوعي بحقوق المواطن والوفاء بواجبات المواطنة، مع الانفتاح الإيجابي على معطيات العصر وتوظيفها لبناء الإنسان وتنمية الأوطان. وضمن إعادة التمركز تم تبني تطوير السياسات التعليمية ونشر أفضل الممارسات في ظل الأنظمة الأساسية والسياسات التعليمية لكل دولة من الدول الأعضاء. وفي وقت تعاظمت فيه أنماط فقدان الهوية وبدت على ناشئته مظاهر ضعف التمكن في لغتهم العربية، بدعم من مد إعلامي تقني شديد التأثير، اتخذ المكتب من تطوير تعلم اللغة العربية هدفا استراتيجيا بعيد الغايات
خدمة للغة سماوية سامية. وفي محطة استراتيجية أخرى يأتي هدف دعم الدور الذي تقوم به الأسرة والمجتمع في العملية التعليمية، إيماناً بأن التعليم مسؤولية اجتماعية تعزز بارتفاع ثقافة المجتمع وفعالية مشاركته في الميادين التربوية. لقد تراكمت في مسيرة المكتب خبرة تربوية ثرية شواهدها المئات من البرامج والفعاليات والإصدارات. ونتيجة لذلك تبنى المكتب هدفاً استراتيجياً يجسد دوره بيتاً للخبرة ويجعل منه مرجعاً معرفياً. وأخيراً فقد تبنى مكتب التربية العربي لدول الخليج هدف تعزيز بيئته المؤسسية التي هي أبرز ركائز النجاح، بل هي الأداة الفاعلة نحو تحويل الخطط إلى واقع والحلم إلى حقيقة. فتلك كانت استراتيجية نهلت أهدافها من عمل دؤوب، وحملت طيها طموحاً متجدداً ونثق يقيناً أنه كي تتحقق الأهداف وتترجم الطموحات إلى واقع ملموس فلا بد أن ترعاها عقول مستنيرة وتديرها أفهام واعية كي تكون القفزة صريحة في فضاءات الريادة والتميز والإبداع. يتفضل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز وزير التربية والتعليم بتدشين استراتيجية المكتب والتوقيع عليها. وإن توقيعكم يا صاحب السمو على هذه الاستراتيجية إنما يحمل معنى كبيرا ستحمله كل نسخة منها تهدى للذين شاركوا في وضعها وعملوا بجهد متصل لإنجازها. هي رؤية من فيصل الإبداع ملأت قلوب الناس والأسماع. ستكون هذه الأرض في أترابها مهد الرجال وقبلة الإشعاع. ستكون هذه الأرض في أترابها مهد الرجال وقبلة الإشعاع. والراية ابتسمت لمن؟ والراية ابتسمت وقد دانت إلى يد خالد الأجيال بالإجماع. خالد الفيصل أيها الأمير الوزير، سنسعد والحضور بنطق سام كريم منكم في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ في هذا اليوم المبارك بتقديم أسماء آيات الشكر والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز على هذه الثقة الكبيرة التي أعتز بها مدى الحياة في خدمة الأجيال الصاعدة والواعدة في المملكة العربية السعودية. وأتقدم بالشكر والتقدير الكبير لزملائي وزراء التربية والتعليم في دول الخليج العربي الذين فوضوني في هذا اليوم بالتوقيع على هذه الوثيقة باسمهم جميعا. وإنني بهذه المناسبة أدعو الله سبحانه وتعالى لنا جميعا بأن يوفقنا في خدمة دينه ثم
أوطاننا ومواطنينا، وأن نكون على مستوى آمال وطموحات قياداتنا في دول الخليج العربي. أيها الإخوة والأخوات، ليس لي أكثر من أن أقول شكراً، ولنسير معاً في دروب العزة والسؤدد لبلادنا العظيمة لتأخذ مكانها الملائم والمناسب والمستحق بين دول العالم الأول، وشكراً لكم. يتشرف مكتب التربية العربي لدول الخليج في هذه المناسبة السعيدة بتقديم هدية تذكارية يقدمها لسموكم معالي مدير المكتب الدكتور علي بن عبد الخالق القرني. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر يتسامى حتى يليق بسموكم على تشريفكم لنا في مكتب التربية العربي لدول الخليج الذي لا يعدله تشريف، وعلى كلماتكم التي ليست كالكلمات، مثلما أزج الشكر لسموكم على تفضلكم بتدشين استراتيجيته الجديدة. والشكر موصول لأصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي والخليج، أهل الفضل في دعم مسيرته المتصل، وأصحاب القرار في وضع استراتيجيته، والذين أضفى حضورهم اليوم على المناسبة معنى سامي القيمة. كما أشكر معالي الأمير العام على تفضله بالحضور في هذا اليوم، ونحن دائما منسقين ومتعاونين، وأرجو أن تكون هذه الاستراتيجية دعما لهذا التنسيق والتعاون. والشكر للحضور الكريم على الاستجابة للدعوة. صاحب السمو أصحاب المعالي الحضور الكريم، يقترب مكتب التربية العربي لدول الخليج من إطفاء 40 شمعة في مسيرته التي احتضنتها الرياض الزاهرة رعاية وعناية، ولا أقل من أن نسجل هنا وقفة وفاء للمملكة العربية السعودية، حاضرة بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله ويرعاه، الذي كانت هداياه للتعليم أكثر من أن تحصى، وكان آخرها أن أهدى إلى التعليم خالد الفيصل. من منكم البحر؟ من منكم البحر؟ هذا نبضه الميناء، وأنت نبضك حب جارف فينا. من منكم البحر؟ هذا نبضه الميناء، وأنت نبضك حب جارف فينا. فإن تكن أغمدت فيه سفائننا، فأنت من عزمك استلت مواضينا. جلست في وجهه، جلست في وجهه فارتد هادره، ولو وقفت لأخمدت البراكين. انظر إلى الموج، انظر إلى الموج مأخوذا بما خلعت عليه هيبتكم، منها مضامين يأوي إلى قدميكم، يأوي إلى قدميكم في شوائبه، وينثني عنهما طيبا ونسرين. لو لم يكن في الدنا ظل يظللنا، لو لم يكن في الدنا ظل يظللنا، لكان ظلك عبد الله يكفينا. يا سيدي،
يا سيدي كل مجد أنت صاحبه تختال في ظله 90 حطينا وكل مكرمة يمناك تبدعها يطال بعض معانيها الملايين. فأنت من أودع العلياء رايتنا، وأنت من زف للدنيا أمانينا. لو تضرب الأرض للأخيار موعدهم لاختارت الأرض أيديكم عناوينا. وجهت وجهي للرحمن أسأله أن يحفظ الله عبد الله والدين. وحين فاضت عيوني وهي ضارعة قالت ملائكة الرحمن آمين. الشاعر هو هلال الفارع، أحد منسوبي مكتب التربية العربي لدول الخليج. ونقول أيضاً ألف آمين. التحية لكم أيها الضيوف الكرام كبيرة على تشريفكم لنا هذا اليوم، والشكر لكم جزيل على إدخال هذا الفرح إلى قلوبنا. سنلتقي دائماً على الخير. أما الآن من هذه الوقفة، وقفة الوفاء إلى مائدة الغداء، فأهلا بكم. خليج العرب نادانا فغنى الموج والحانا وبات النجم سهرانا وحام الطير فرحانا. يا لدانا ودانا يا لدانا ودانا يا لدانا ودانا. خليج العرب نادانا خليج العرب نادانا. جاء السعد واليسر فحي الله الكويت.